والأناس الفرية الساهرة التي ستعيشونها. شخصية نسائية أخرى تميزت النسخة الثالثة لملتقى جواهر الصحراء بتكريم شخصية وازنة في المملكة المغربية، ألا هو المدير العام للأمن الوطني اللي نعرف عمله الدؤوب ونعرف أنشطته الدؤوبة من خلال الوقوف مع العنف ضد المرأة. هناك أيضا شخصيات وازنة منهم نساء ومنهم رجال، وهذا إن دل على شيء فيما يدل على الملتقى اللي لعبوا الدور الأول والدور الثاني، وكان أنشطة متعددة. سمار الحمد لله الناس كاملة عرفت عنها، احتفلت بعيد المسيرة وليت تحتفل ضرك بعيد الاستقلال، والملتقى جابين عيد المسيرة وعيد الاستقلال، وهذا الحمد لله سيسجله التاريخ. غنتقاسموا الاقتراحات ديالنا كائتلاف من أجل في إطار إصلاح مدونة الأسرة، وكش إصلاح مدونة الأسرة الذي بادر بفتحه صاحب الجلالة محمد السادس. في هذا الإطار عندنا مداخلات غدا حول أهم الاقتراحات ديال الجمعيات الحقوقية والجمعيات النسائية فيما يخص تعديل مدونة الأسرة، واللي قدمناها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة التي كلفها الملك. وغدا سنفتح هذا النقاش حول التعديلات، ما هي مرجعيتنا، ما هي مقترحاتنا، ما هو النقص، الخلل أو النقص الذي يوجد الآن في مدونة الأسرة والذي يجب أن يتم مراجعته وتعديله في إطار المدونة المستقبلية، لكي تكون عندنا أسرة متوازنة، كل واحد فرد فيها يتمتع بحقوقه. نزلتوا معنا شوي، زيدكم واحدة وصافي. تندرج هذه البادرة لجمعية النور للشعب النسائي في إطار مهرجان الدورة الثالثة لمهرجان النسائي الذي يجمع جميع أيقونات النسوية بإقليم السمارة في الإبداعات الفنية والتشكيلية والتراثية، والذي يشكل تجمعا نسويا هاما ردا حضاريا يبرز المكانة الثقافية لإقليم السمارة والمكانة الحيوية لهذا الإقليم ومشاركته في التنمية الثقافية والمشروع الملكي الرامي إلى الرفع من مكانة المرأة بجميع ربوع المملكة، وخاصة بالأقاليم الجنوبية، وخاصة بإقليم السمارة كعاصمة ثقافية وعلمية وروحية للأقاليم الجنوبية. احنا جينا اليوم نشاركوا في هذا الحفل اللي يعني المرأة، جينا نشاركوا بالخيام اللي رابين فيهم جدودنا وباتنا وماتنا، وجبنا جميع اللي كان يعدلوهن قديم. جبنا مسابقة ديال كسكس بانواعه الموسقي وكسكس الغبة، وشاركوا الطافيلات بانواع الظفرات، وشاركوا جات العروس، وشاركوا بالطبل والهول، ولا خالق نوع يعدلوه العنايات يعني العنايات مشاركنا به اليوم، وكان زين وكان في المستوى، وكانوا الطافيلات الصغارات يتعلموه وندورهم يعودوا يعرفوه باش منين يجبروه والله يعودوا فاهمات وعارفات لوش. كسكس بالنسبة للمجتمع الحساني عنده امتيازات مقاييس، يعود بريمو زين، يعود متفاصل، يعود ما فيه تكركيب، يعود طايب مملي، ما يعود من عنه فيه زنينة، ويعود من عنه مملي أملس. هذه رأيك من مميزات كسكس الطبق كسكس الحسان. مشاركتي باللوحاتي، المعرض الخاص باللوحاتي اللي تيمتها الأساسية هي المرأة، نبغي نتطرق المرأة، قضايا اللي تعاني منها المرأة كاملة، نبغي نتطرق التنوع الثقافي اللي نرمزوله، والله نبغي نلحقه بطريقة اللي هي أنثوية. الهدف العام عندي من أعمالي كاملة هي نبغي نلحق صورة المرأة بطريقة زينة، نبغي نلحق صوت النساء بطريقة اللي هي فنية.
يصير فنان.